خلينا نروح لكابتن ناصر عباس خبيرنا التحكيمي الدولي الحقيقه، علشان برضو يقول لنا اخبار هذا الموضوع. كابتن ناصر، ازي حضرتك يا فندم؟ تحياتي لك كابتن اسلام، وتحياتي لكابتن هاني رمزي ونجمك الخلوق كابتن مصر الكابتن ربيع الله اسيل. يخليك كابتن، الله كابتن يكرمك. ناصر منورنا يا كابتن، وما زال الجدل متواصل للحكم، طبعا احسن حكم في العالم، واحنا اتكلمنا قبل مباراه النادي الاهلي وقلنا وانت قلت الحقيقه من افضل حكام العالم. الجدل ما زال مستمر، ولسه اسلام قايل الخبر انه الحكم هيحكم المباراه النهائيه. بالنسبه لك دي مفاجاه يعني مرتبطه بادائه في المباراه امام النادي الاهلي فلومينينسي ان هو يحكم المباراه النهائيه؟ هل هي يعني طرديه؟ هل هي مكافاه؟ شايف ده ازاي يا كابتن؟ احنا عايزين حضرتك تشرح لنا، طبعا احنا بنقول مكافاه ولا طرد ولا حاجه، حضرتك اشرح لنا اشرح لنا قول لنا انت يا كابتن ناصر اتفضل. شوف يا كابتن اسلام، كابتن هاني، البطولات هذه البطولات ليها حسابات ثانيه خالص، وانا بتكلم بامانه، هذه البطولات ليها حسابات ثانيه. مفيش حد شاف اداء الحكم في المباراه السابقه الا وقال ان الاداء ما كانش يعني هو ده الاداء المطلوب. عايز اقول كلام مهم قوي يا كابتن اسلام، بس نمشي واحده واحده. يمكن كابتن هاني رمزي قال حاجه جميله جدا. معلش يا كابتن ناصر، قبل ما نمشي واحده واحده، هل هو لعب مباراه غير الاهلي وفلومينينزي؟ انا عارف ان هو ما لعبش، بس لا، يعني هي كانت اول مباراه، اول مباراه دي في البطوله. تمام. كانت هذه المباراه. اتفضل يا كابتن. كابتن اسلام، انا اروح بس لكابتن هاني. كابتن اسلام، في نقطه مهمه، فضل. انا مش مع اي حد قال ان النادي الاهلي خرج بالاداء او الاجهاد، لا 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 خالص. انا النهارده كابتن اسلام، انت يبقى ليا ركله جزاء في الدقيقه 8 او 6 بتحسبها لي مع الاهداف اللي ضاعت، الحسابات كلها بتتغير، الحسابات كلها بتتغير لما انا اجيب هدف في مباراه. هذه المباراه بتبص تلاقي الدوافع اتغيرت، بتبص تلاقي الامور تماما بالحسابات اتغيرت عند اللاعبين. صحيح. انا النهارده لما تديني حق في ركله جزاء، النهارده هو لم يحتسب ركله جزاء، ودي كانت صعبه جدا، صعبه. مش عايز اقول هو ما احتسبهاش، لا هو عارف كويس قوي ان دي ركله جزاء. هو عارف. الغريب يا كابتن، غريب، هذا الحكم شخصيته اقوى من شخصيه حكام الفار، وانا بقول لك اهو، يعني مش عايز اقول ان احيانا الحكم ما بيبقى قوي، راجل جاي من كاس عالم، ودايما بيقول حاجه مهمه جدا، ما تلعبش على تاريخك التحكيمي يا كابتن اسلام. انت جاي من بطوله كبيره، ولاعب بطوله، ولاعب نهائي دوري ابطال، انت النهارده بتلعب بطوله جديده، المفروض تاخد كل مباراه جديده بالنسبه لك، ولكن انت بتلعب على تاريخك التحكيمي، تاريخك التحكيمي ده في السي في بتاعك. هذه المباراه هو ما كانش مهتم. انا بقول سبب رئيسي وعلى مسؤوليتي ان هذا الحكم هو سبب رئيسي في هزيمه النادي الاهلي في المباراه السابقه، ركله الجزاء لم تحتسب. كابتن ناصر، كابتن ناصر، خبراء العالم، كابتن ناصر معلش هقطعك في سؤال. اتفضل. سؤال يعني فني شويه، هل من الوارد ان ممكن جدا يكون الفار استدعاه وهو ما ردش؟ هل ده وارد ان ممكن يقول الفار يقول له تعالى بص على اللقطه وهو ممكن يرد عليهم لا انا متاكد من قراري، ولا انت شايف ان الفار بحجم واسم هذا الحكم ما قدرش او ما قدرش تقديرا لاسم الحكم انه يقول له في خطا؟ يعني انت شايف اني فيهم اللي صح؟ يعني سؤال حلو قوي. سؤال حلو يا كابتن اسلام. اولا أوي. زي ما قلت لحضرتك كابتن هاني، اللي كان على الفار هو حكم حكم بولندي. أيوه. حكم بولندي، زي ما قلت لك، انت بتتكلم حكم لعب كاس عالم، لعب نهائي دوري ابطال، يعني حكم يعتبر افضل حكم على مستوى العالم. ايوه. انا النهارده ودي مشكلتنا كابتن اسلام وكابتن هاني، ايه؟ لما يبقى الحكم في الملعب شخص قويه وحكم ليه اسمه، حكم الفار بيبقى خايف منه. انا بتكلم بامانه، خايف يعني ايه؟ يعني هو بيقول له طبعا هو طبعا اكبر بيخاف منه. لا كابتن معلش، هو سؤال حلو قوي، فالنبي يا كابتن قول لي ممكن ولا يعني قانونا صح يا كابتن هاني؟ قصدي قانونا، يعني هل ده قانونا يسمح الحكم يقول لك لا مش حاجه، مش هشوف اللقطه؟ هي دي النقطه. بص يا جماعه، لا لا لا، طبقا للبروتوكول لو الفار استدعى الحكم يا كابتن اسلام في حاله من الحالات الاربعه اللي هي ركله جزاء او مشكله جزاء، هدف او مش هدف، الهويه المفقوده، او الدوكزو اللي هي الفرصه المحققه، لابد ان الحكم يستجيب. ولكن هو لما بيقول له، قبل ما بيجي الحكم يروح له، كابتن اسلام ايه اللي بيحصل؟ انا كحكم على الفار، واسلام الشاطر كحكم الميدان، بتحصل حاله، انا بكلمك في الكوميونيكيشن سيستم، بقول لك يا اسلام في بدايه كذا في منطقه الجزاء حصلت لعبه، اشرحها لي انت، قولها لي انت شفت ايه، وانا هقول لك انا شفت ايه. فبقول له انا شفت 1 2 3 وانا متاكد من القرار. ده اللعب كان شغال ولا لعب واقف؟
هنا في الوقت اللي حضرتك بتتكلم واللعب فيه. شغال يا كابتن. وهو اللعب شغال، بيحصل محادثه ما بين حكم الفار وحكم الميدان، لان حكم جديدة. الميدان بيقول له في حدث في منطقه الجزاء. مثلا هتكلم على سبيل المثال ركله جزاء كهرباء يا كابتن. ايوه اشرح لنا على ركله ركله جزاء جزاء كهرباء، كهرباء. ركله جزاء كابتن. لا دي فضيحه، لا بجد يعني انا بكلمك وانا حتى الان انا حزين وزعلان جدا جدا، لانك انت لما تديني حق في الدقيقه 6 او 8 بركله جزاء صحيحه مليون في صفر المية. طبعا صحيح. الغريب اقول لك الحاجه، الغريب هذا الحكم عارف هو بيعمل ايه، ده ما اداش فرصه يا كابتن للفار حتى يرجع اللعبه. يعني هو حاول ان هو يستأنف اللعب. لو انت استأنفت يا كابتن اسلام اللعب بعد حدث داخل منطقه الجزاء مش ممكن هترجع له تاني خلاص. وهنا هو يا كابتن السؤال، بس السؤال يعني السؤال ولا لا، هل من سلطه إيه؟ الحكم انه لو جاله من الفار لا انا شايف ان في ضربه جزاء، هل من سلطه الحكم انه يقول له لا انا مش شايفه والموضوع يمشي، ولا اجباري على الحكم لا يرجع للصوره؟ لا اجباري على الحكم يروح، بس هو والحكم ده، الوحيد اللي هياخد هو ده القرار السؤال اللي احنا النهائي. مهم. النهائي بس هو السؤال هنا كابتن فيها قبل المباراه، انا كحكم بقول للفار ايه؟ بقول للفار ما تقوليش حاجه انا قريب منها وشايفها واخد فيها قرار، هات لي في حاجه انا ما شفتهاش قبل المباراه. يعني ماشي. لو انت اختلف قبل المباراه بيبقى في ميتنج ماتش، بيقعد مع زملائه وبيتكلم، بيتكلم. انا بقول لك المشكله يا كابتن اسلام ايه، انت بتتكلم في افضل حكم خلاص على المشكله ان هو يعني خايف زي بالتاريخ، ما هو افضل بيقول، حكم. ممكن جدا ان هو واضح. بنتكلم، انا بقول لك اهو، انت بتتكلم عن هذا السؤال، لما يكون حكم في درجه اولى والحكم الميدان حكم دولي في مصر عندنا هنا النهارده، لما بتجيب الحكم الدولي برضك بتبقى انت كحكم درجه اولى عامل حسابات الراجل ده حكم دولي وليه اسم كبير. صحيح. مش هتجيب الحكم اللي بتكون حاله يعني انت يعني واثق منها وعارف الحكم، انما الحكم هيجي لك، هيجي لك وهيشوف وممكن يرجع بقراره برضك. ولكن كابتن اسلام ركله الجزاء في الدقيقه 8 الراجل جاي من مسافه، القفز موجود طبقا للماده 12 والدفع موجود ومفيش تنافس على الكره. الراجل يعني بقول لك لو في حاله مصارعه هذه الحاله ممكن تتعمل في حاله المصارعه. انت اذا معلش يا كابتن ناصر، هذا الحكم كان له دور او تاثير في هذه المباراه؟ انا بقول اهو يا كابتن اسلام، انا بقول اهو لما تحسب ركله جزاء بس عايز اقول له حاجه بعد اذنك. اللاعب المنافس بيستغل التلامس البسيط من لاعب الاهلي بيرسي تاو اللي بيحط رجليه هايلة. وانت ما صدقت بتطلب طيب. الصفاره مباشره. لا يا طيب. كابتن لا 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 كابتن لا ربيع هيقول لحضرتك حاجه يا كابتن ناصر. يا كابتن ناصر ازي صحتك؟ اتفضل يا كابتن اسلام. بص يا حبيبي انا احنا بس ما كنتش يعني مش عاوزين نظلمه، لكن بفضل الله احنا كنا حاسين بصراحه من اول المباراه لاخرها ان الحكم ده عاوز يخرج النادي الاهلي بصراحه. لما يكون عندك النهارده حكم رقم واحد في العالم وفي بينالتي للنادي الاهلي في دقيقه 8 وفي بينالتي للفريق البرازيلي اتحسب وفي شكوك، سير المباراه نفسه يا كابتن كان ياكد ان الحكم ده عاوز الاهلي يخرج. رايق بس حضرتك ازاي رقم واحد في العالم ويخطف في خطأين كبار في بينالتي وبينالتي؟ ازاي يا كابتن ده؟ هل النهارده مفيش حساب ليه؟ لا وبيتم مع مكافاه بقى زي ما الناس قالت، وياخد مكافاه يحكم النهائي يا كابتن اسلام. نعم يا كابتن اسلام، احنا بنتكلم في خطأين اثناء من الدقيقة 8 للدقيقة 68 اخطاء تحكيمية ضد النادي الاهلي، ومش مجامل. انا والله ما بجامل النادي الاهلي، ولكن مجاملة. هناك بس اربع حالات تستوجب البطاقة الصفراء ما اخرجش البطاقة الصفراء فيهم. صحيح. للاسف الشديد. ايوه دي حقيقة. لعبة في دهس على سمانة لاعب النادي الاهلي ما اداش فيها انذار. لعبة تاني من مارسيلو التعور موجود وواضح ما اداش فيه انذار. انت بتتكلم يا كابتن في اخطاء ثانيه غير اللعبتين دول؟ لا الاخطاء التحكيميه كانت موجوده. طب يا كابتن معلش يا كابتن ناصر، مهم جدا. سبب بما اننا خلاص كلنا مقتنعين بهذا الامر ان هذا الحكم هو سبب رئيسي في عدم صعود النادي الاهلي للدور النهائي في هذه البطوله او لعدم احتسابه ركله جزاء على الاقل، على الاقل واضحه وصريحه، ده اولا. ثانيا يا كابتن ناصر، هل من الممكن ان تكون هناك مكافاه لحكم اخطا في مباراه الكل شاهد على هذا الخطا؟ بان هو يبقى يلعب المباراه النهائيه؟ الحسابات في المباريات دي في البطولات دي يا كابتن بتبقى حسابات ثانيه خالص يا كابتن اسلام، يعني مش هقدر اتكلم، ولكن هي حسابات ليهم. طب خلينا نتكلم سريعا في النقطه دي، يمكن ناقشت فيها الكابتن ربيع. يعني انا في اعتقادي، في اعتقادي الشخصي، عمليه تسويقيه الماركتنج والسبونسر بيخش في تحديد هي كده تحديد البطل وتحديد احسن حكم في العالم بيحكم المباراه النهائيه في كاس العالم للانديه،
بالزبط. كل ده الطبيعي. البطولات ديت بيكون السبونسر ليه دخل في وجود، يعني انا هقول لك على سبيل المثال كل النهائيات اللي فاتت في كاس العالم للانديه كان طرفها بطل اوروبا. ليه؟ لان هو بطل اوروبا الاقوى بيجي يلعب مباراه واحده ويوصل للنهائي، لان عمليه تسويقيه للمباراه النهائيه لازم تاخد الشكل التسويقي بشكل او باخر. ده وجهه نظري الشخصيه يعني. كابتن هاني هو ده الفتى، يعني الحكم ده هو الفتى مدلل للاتحاد الدولي، حكام الاتحاد الدولي هم الفتره الاخرانيه هم بيعولوا عليه في كل حاجه يعني. خلاص الموضوع يعني خلصان وخلاص، هم ادوا له نهائي البطوله. يعني هو بص يا كابتن اسلام، لما تجيب حكم نهائي كاس عالم وتيجي بطوله زي ديت، مش ممكن هتدي له ثالث ورابع، ولا ممكن هتدي له قبل النهائي بس. طيب. ما انت يعني راجل جاي من كاس العالم هتدي له ثالث ورابع، طب انت جايبه ليه؟ كنت جبت اي حد. فهو عارف قبل ما يجي، هو عارف ان هو هيدير المباراه النهائيه، على الرغم ان هو النهارده انت بتلعب الاهلي وظلمت الاهلي في قبل النهائي، تدي له النهائي مكافاه. يعني معنى كده انك انت عارف انك انت الراجل ده جاي لك في البدايه هتدي له مباراه نهائيه يا كابتن. وده كان طيب. الفكر الناس بيقول دي عمليه تسويقيه. طيب هنروح بقى للحكمه الامريكيه. حكم اللي هي المباراة الثالث والرابع الأمريكية، صحيح؟ اتفضل. الأهلي وأروى عملت نهائي كأس العالم للسيدات ما بين إسبانيا وإنجلترا، وعملت مباراة كويسة. بس خلي بالك احنا بنتكلم في تحكيم نسائي يا كابتن إسلام. مباراة السيدات تختلف تماما عن مباراة الرجال كالعادة يا كابتن ناصر. روشيتا 1-2-3 أدارت الافتتاح مباراة كانت سهلة جدا جدا، ما كانش عندها اختبار حقيقي. صحيح. الاختبار الحقيقي للحكمه الامريكيه كابتن اسلام بكره هي زي المباراه، مباراه النادي الاهلي واوراوا، ده الاختبار الحقيقي لهذه الحكمه. على الرغم وهقول لك مفاجاه، هي كانت حكم رابع في ماتش اللي فات، للاسف تعرضت لموقف اثناء التبديلات لم تحسن التصرف فيه. صحيح. الناس عطلوا المباراه دقيقتين او دقيقتين ونص او ثلاث دقائق، وهم متعمدين وفاهمين قوي بيعملوه، ولكن للاسف هي لم تحسن التصرف. ولو انا حكم رابع كان ممكن يكلم الحكم الكومنيكيشن وكان استقال في المباراه، ولكن بيتكلم في ثلاث دقائق، الاستبدال بياخد نص دقيقه. الحكمه المباراه بالنسبه لها اللي فاتت ما كانش عندها اختبارات، هذه المباراه هي الاختبار الحقيقي يا كابتن اسلام في مباراه النادي الاهلي. رقم روشيتا كابتن ناصر، رقم واحد، رقم اثنين، رقم ثلاثه. كابتن اسلام انا قلت لك المره اللي فاتت الصندوق، وانا بقول لك اهو الصندوق تاني، لما يبقى فيه يعني احنا بندافع دايما. النهارده ما قلت الراجل انت منتظم، الحكم بيحسب ايه؟ زي ما انت شفت كده بس تو ما عملش حاجه اتحسب لك الجزاء. نحاول يا كابتن اسلام واحنا بنقابل نركز قوي قوي قوي، يبقى الدخول يبقى على الكوره، الدخول لمسه اليد مهمه قوي، تبقى الايد في جنبك. حاول هو النهارده المباراه تخلص بركله جزاء يا كابتن اسلام. صحيح. المباراه تخلص بركله جزاء، وهم خلصوا مباراتهم في الدقيقه 68 بركله جزاء. يعني هم لعبوا ما لعبوش حاجه، يعني هم جابوا ركله جزاء في الدقيقه 68 هي اللي كسبتهم. فبنقول داخل الصندوق لجميع اللعيبه نتمنى ان يبقى فيه تمام. تركيز، التركيز ده مهم جدا يا كابتن اسلام، خاصه أوكي. الاخر المباراه او في اخر المباراه. الحاجه الثانيه اعتقد النادي الاهلي ملتزم، النادي الاهلي بيحترم الكل تمام. لعيبه محترمه جدا جدا جدا، يعني ما فيش خروج عن السلوك. ان شاء الله انا بقول لك اهو ان شاء الله، وهقول لك وهبارك لك يا كابتن اسلام ان شاء الله. اكبر نادي ان شاء الله، اكبر نادي موجود وزعيم القاره الافريقيه ان شاء الله، يبارك له باذن الله ان شاء الله. المباراه شرفتنا ونورتنا يا كابتن ناصر، وكالعاده بنستمتع بكلامك وبنستمتع وبنتعلم من كلامك.